الذين آمنوا بجورج روقنا بالهم وعدلنا مزاجهم والذين لم يؤمنوا به طلعنا دينهم وأيمانهم ولعنا أبوهم وأبو أشكالهم وقرصنا أبناءهم ولطمنا نساءهم وصادرنا مالهم وخنصرنا معاشهم وبلوناهم بنقص كلسهم فقوسنا عظامهم وعلقناهم من شعورهم ثم شخرنا لهم وعرضناهم على الملائكة صفا وقلنا بصوا شوفوا المفشوخين هم أهم إن الذين كفروا بالجلدة ذنبهم على جنبهم قولوا لهم يبطلوا أحسن لهم سنغريهم بأفلام سكس ثم نفقأ عينهم ونأكل أكلهم ونقطع لهم زغالي لهم فسبح بحمد ربك وسيبك منهم.